المرأة خلقت رجلا، أي تسعى. ما معنى أنها خلقت رجلا؟ تمشي لأنها لن تمشي على أربع، فهي من الرجال أي من السعاة. ولما يقول الله في القرآن الرجال قوامون على النساء، لا يعني الذكور على الإناث، وإنما السعاة على القواعد. فمن قعد في بيته فهو نسء ذكر أو أنثى، ومن سعى فهو رجل ذكر أو أنثى. فمن أعطى القوامة للذكر فقط لأنه ذكر؟ هو ديك، هو إنسان، إما أن يسعى وإلا لا يقول لزوجته الطبيبة التي تأتي بالدخل وتصرف، يقول أنا الذي أمر وأنهى لأنني الذكر، لا، أنا الرجل لأنني أسعى. فالسعاة قوامون على القواعد، هذا المعنى فيها الحقيقي. ولكن إذا المرأة وضعت نفسها في النسأة، وهذا ما أخذته المرأة مع الزمن أنها امرأة نسأة وتجلس، ولكن نحن في زمن السعي، المرأة الآن تعمل وبعض الرجال قاعد. إذا جيت لقارة أفريقيا تجد المرأة تحطب وتكنس وتبني البيت، والرجل تحت شجرة قاعد يطق بعصاه. أنت هذا تهجم على بني جنس الرجال. لا لا لا، الرجل هو من سعى وأنفق. نعم. لا يأتيني ذكر نايم وحط رجل على رجل ويصوت يقول هيش. من هي هيش؟ هيش امرأة توا جاية من العمل، هي اللي شارت مقاضي البيت وهي اللي تصرف على البيت. لذلك من سعى فقد رجل، ومن رجل فهو الرجل، ومن قعد فهو النسأة إن كان ذكرا أو أنثى.